يوسف، بص احنا هنبدأ بالليسنينج ده كده، هبدأ أفهم كل الكلمات اللي فيه. يعني هنا بيقول لي ناريتور 1 اللي هو شادي بيقول I'm not sleeping very well at the moment، يعني أنا مش نايم كويس في اللحظة دي. I usually watch some videos on the internet before I go to sleep، قبل ما أنام. But sometimes I watch them for a few hours and then I can't sleep، يعني بيتفرج لمدة ساعات قليلة وبعد كده يعني and then I can't sleep، بعد كده مش بيعرف ينام. My head often hurts، رأسي تؤلمني. Lots hurts lots in the morning too، حتى في الصباح أيضا. Narrator 2 اللي هي هالة بتقول I found this great online game، أنا لقيت اللعبة اللي هي الرائعة دي أو العظيمة دي. But I didn't know that when I got new things on it, it cost 3 real money، يعني بتكلفهم كمان فلوس. طبعا cost بمعنى تكلف هنا. I hope my parents aren't going to be angry when I tell them how much money I spent، يعني بيقول أتمنى إن بابايا ومامتي ما يتضايقوش لما يعرفوا أنا how much money I spent، يعني هو صرف قد إيه على اللعبة دي. ناريتور سرو اللي هي رندا بتقول I love social media، أنا بحب السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي. I love watching videos، لو لاحظت هنا love بيجي بعدها ال verb plus ing، أنا أحب مشاهدة الفيديوز اللي هي أونلاين and loving and I love talking to my friends، وبحب أتحدث مع أصدقائي. On my phone، على تليفوني. But now I feel worried، لكني أشعر بالقلق الآن. If I don't have my phone، لو معيش تليفوني. Or I can't check it، أو ما شفتش تليفوني. يعني أنت عارف إن في بعض الناس دلوقتي يا يوسف بيبقى عندهم addiction، إدمان للإيه؟ للسوشيال ميديا وللإنترنت والحاجات دي. I think it is starting to become a problem، أعتقد إنها أصبحت مشكلة، يعني خلاص هو مش قادر يستغنى عن تليفونه. Number 4 آدم بيقول My friends and I like to put funny pictures online، بحب أحط صور مضحكة. But when I share a photo everyone says my clothes aren't cool، كله بيقول الملابس بتاعتي مش كويسة. Or my hair looks strange، أو شعري غريب. It makes me feel sad، ودي بتخليني أشعر بالحزن. تمام، هننقل على تمام. بيج نمبر 36. هنا بيقول لي شادي watching videos before bed isn't a good idea، يعني دي فكرة مش كويسة. هالا you need to talk to، طبعا هما بيرد عليهم هالا you need to talk to your parents، محتاجة تتكلمي مع باباك ومامتك. they should check that you can't buy anything when you play games online، هما they should check، لازم ان هما يتأكدوا that you can't buy anything، ان انت ما بتشتريش اي حاجة when you play games online، لما بتلعب اللعب الاونلاين. راندا it's important not to become addicted to technology، مهم جدا ان انت ما تصبحيش مدمنة للتكنولوجيا. او ادم they don't sound like good friends، يعني ده دولت أصدقاء مش كويسين. If they don't change، لو ما تغيروش، maybe you should find some new friends، لازم تجد أصدقاء آخرين، يعني لأن هما بيتريقوا على شعره أو على لبسه فبيخلوه بيفقدوه ثقته بنفسه يا يوسف، فاهمني؟ Yes. أوكي، هنا التايم ماشين بقى احنا قرأناها برضو by H. G. Wells. طب إيه قصة التايم ماشين دي كمان؟ لندن انجلاند 1895، دي كانت في لندن 1895. فهنا بقول a group of friends meet for dinner at the time traveler's house، مجموعة من الأصدقاء. المجموعة من الأصدقاء دولت meet، بيتقابلوا للعشاء أو من أجل العشاء. at the time traveler's house، في المكان اللي هو تايم ترافلر هاوس، المكان اللي هو بتاع السفر ده. After dinner، بعد العشاء، the time traveler asks his friends، the time traveler asks his friends، سأل أصحابه if they think that it's possible to travel through time، قال لهم هل أنتم ممكن تقدروا إن أنتم to travel through time،
هل تقدروا ان انتوا يعني ترافل ثرو تايم، اللي هما تسافروا عبر الزمان، يعني ترجعوا للماضي او تشوفوا المستقبل على حسب يعني. It's possible, they reply. قالوا له ممكن. We can only travel through space, not time. قالوا له احنا نقدر نسافر في الفضاء لكن مش الوقت. The time traveler shows them a small model. وراهم نموذج صغير كده of a machine بتاعت آلة that he has in his hand. ماسكها في ايده كده. This is a copy of a machine. دي نسخة من آلة that I believe can go through time. هو بيقول انا بعتقد ان تقدر ان هي تخليكم تعبروا الزمان. It took me 2 years to build. هو استغرق 2 سنين في بناء هذه الساعة التايم ماشين ديت. He tells them. The friends laugh. طبعا هم ضحكوا عليه. Pull this lever. Pull this lever. He tells one of them. يعني pull this lever يعني بيقول له pull. انت عارف pull يعني شد، اسحب الرافعة دي كده، اليد دي يعني كده، اسحب اليد ديت. ليفر يعني يد يا يوسف او رافعة، تمام؟ تمام. فبيقول له pull this lever يعني اسحب الرافعة او اليد دي. He tells one of them they feel some wind، حسوا بان في رياح كده. And then the machine suddenly disappears. الآلة اختفت. Where is it? The other men ask. هي فين؟ The model machine is in the future. قال لهم دي في المستقبل. The time travelers says. الآلة دي قالت إيه بقى؟ كانت اسمها time travelers. Would you like to see the real machine؟ عايزين تشوفوا الآلة الحقيقية. He asks. Okay. اوكي طيب. دي كانت نهايتها، تمام كده يوسف ولا ليها تكملة؟ ليه تكملة 37؟ تمام. He takes them to another room. أخذهم في أوضة تانية. Inside the room is another bigger machine. في آلة أكبر. It isn't finished. الآلة دي كان لسه مخلصهاش. In this machine في هذه الآلة. He says I'll explore the past and the future. هستكشف الماضي والمستقبل. أوكي؟ اوكي. يلا نحل نمبر 1 بقى. People sometimes communicate with each other on، يعني الناس أحيانا بيتواصلوا مع بعض on إيه بقى؟ جميل. on social media، على مواقع التواصل الإيه؟ الاجتماعي. الاجتماعي. يبقى دي إحنا بنسميها social إيه؟ social media. تمام. Number 2. Don't use too much social media or you will be or you will be إيه بقى؟ you will be addicted to them. هتكونوا مدمنين. هتكونوا مدمنين لإيه؟ للآلة دي. Number 3. Pull this toward you to start the machine. تبقى pull the إيه؟ بالظبط كده. pull this lever اللي هي الرافعة أو اليد دي. My parents don't me to watch a TV at night. My parents don't إيه؟ ألو، My parents don't allow me. ما بيسمحوليش. تبقى don't allow me to watch a TV at night. يبقى don't allow. Next. Number 5. If you don't the lesson, you should tell the teacher. If you don't إيه؟ بالظبط كده. If you don't understand the lesson, you should tell the teacher. Number 6. You shouldn't outside for too long if it's very hot in the desert. يبقى you shouldn't إيه؟ You shouldn't outside for too long if it's very hot in the desert. يبقى you shouldn't stay outside. Number 7. We can only travel through, not time. We can only travel through إيه؟ We can only travel through space, not time. تمام. Next. I think it's Eva. البطل
الصوت مش واضح عندك يا يوسف. I think it's to travel in time it can't happen. يبقى I think it's impossible. Number 9. My father is doctor. He knows everything about medicine. يبقى my father is. اكسبيرت. آه بالظبط كده، خبير، يعني دكتور خبير يعني استشاري. My father is an expert doctor. يبقى بابايا دكتور استشاري. He knows everything about medicine. اوكي يوسف. اوكي. طيب next اللي بعديها. طيب number 10. He can't find my watch. It's it it it's هيرت. لا ما هو مش لاقي ساعته. يبقى it has disappeared. هي مش it's. It has disappeared. اختفت يعني. اوكي. It has disappeared. تمام. يبقى it has ايه؟ disappeared. Yes. يبقى it has ايه يوسف؟ disappeared. تمام. next I'd like you my new photos with my friends on the internet. if I'd like to ايه. share. تمام. I'd like to share. next means to look around a place where you have never been in order to find out what is there. send. لا explore بمعنى يستكشف. اكتب عليها كده explore يعني يستكشف. بيقول هنا explore means to look around, انك تبحث. to look around a place في مكان where you have never been, مكان انت ما رحتهوش. in order to find out عشان تكتشف what is there. يبقى ده اسمه explore. اوكي. Okay. next means very bad, not nice at all. معناها حاجة سيئة قوي. not nice at all تبقى ايه؟ Free. لا horrible. very bad يعني horrible. very bad يعني ايه Horrible. بالظبط؟ horrible. Okay, next is a pain in your head. هداش. Headache is a pain in your head. اسمها headache, headache, headache. Okay. Okay. Okay, next. Sitting next to the fire, the old woman warmer. Sitting next to the fire. كوت. لا ميد يعني الجلوس جانب النار. ميد ذا اولد وومن وارمر. جعل السيدة اللي هي العجوز دي تشعر بالإيه؟ الدف يشعر بالدفء. تمام. يو شوت أغريك أفتر سيتينج on a computer for a long time. طيب يبقى you should ايه؟ Have. you should have a break. تمام. بعد كده في عندي questions and answers. بيقول لك هنا what types of technology do you use every day؟ ايه التكنولوجيا اللي بنستخدمها كل يوم؟ في الإجابة I always use my smartphones. تليفون طبعا. laptop and computer. what do you use these types of technology for؟ بنستخدمها في ايه؟ I use them in communication, في التواصل, education, في التعليم, and health. Which is the most important piece of technology for you and why? إيه أهم حاجة وليه؟ I think it's my smartphone because I use it to search for information.
بستخدمه في البحث عن المعلومات، reading news، قراءة الأخبار، and entertainment. أوكي؟ أوكي؟ اوكي طيب، تمام. كده خلصنا page number 38. نيجي ل page number 39، فاضل فيها هنا في ال questions بيقول لي do you have any problems with technology؟ أنت عندك أي مشاكل مع التكنولوجيا؟ قال yes، I think I am addicted to my phone. أعتقد إن أنا مدمن لتليفوني because I spent hours، لأن أنا بقضي ساعات watching videos، أتفرج على فيديوهات online، and now I have a headache. ودلوقتي أنا عندي إيه؟ صداع. تمام؟ تمام ممكن بقى يجي لك في الامتحان ويقول لك مثلا write a paragraph about video games، عن ألعاب الفيديو. زي ما انت عارف playing video games، هتقول مثلا playing video games is my favorite hobby، ان الفيديو جيمز دي هوايتي المفضلة. I spend too much time، انا بقضي وقت طويل. But it's not a good habit، لكنها مش عادة كويسة. I love playing video games، انا بحب ألعب الفيديو جيمز with my friends. I should spend my time doing useful things، ينبغي علي ان انا يعني ان انا استغل وقتي في ايه، في الحاجات المفيده، في اداء الاشياء. ايه يا يوسف؟ المفيدة. المفيده. فهمني. Yes. طيب، صعب الكلام ده ولا واضح؟ لا no. طيب، اوكي.